مرحبا بالجميع، إليكم غرائب اليوم. كلما هطل المطر في المسطحات الملحية في بوليفيا يصبح المشهد بأكمله مرآة عملاقة. أرادت هذه البومة التباهي بعصا أمام أصدقائها. جعلت هذه الشركة من الممكن تنظيف جانبي نافذتك في نفس الوقت. أنشأت هذه الشركة خزامة مع شاشة عرض للرأس تتيح لك رؤية ماذا خلفك. يوجد بعض التطبيقات على هاتفك تتيح لك رؤية شعرك ملون مثل الشكل التي تبدو عليه هذه الفتاة. هذه نهاية الفيديو، أأمل أن تكونوا قد استمتعتم معنا. أراكم مرة أخرى قريبا جدا.